باكو ولي هذا راه غادي يفك العزله، يفك العزله على بزاف الناس ولا المنطقه. اما البدال الثاني اللي كنطالبوا به والناس كانوا يطالبوا به، والناس ديال الطرق السياره اللي جاوا عندنا في يامات كانت الحراك ووقفنا الناس وقلنا لهم لا راه غادي يوعدونا، وعدنا السيد الوزير السي رباح ملي كان قال لك اسيدي البدال ديال ثلاث الاولاد غادي يخرجوا الوجود في مقري، والناس كلها كترقب ثلاث الاولاد. علاش؟ لانه كيهم تقريبا سبعة الجماعات، وكيهم بلديات ديال بلاد مراح ديال ثلاث اولاد ديال المنطقه كامله، وفي جوج وزينات كبار سيمات ولافارج وكل شيء كيخرجوا كاميوات من تما وكيخرجوا. اذا البدال ديال ثلاث الاولاد الناس كيترقبوه، والناس اللي غادي تفك العزله على المنطقه، وما خليناش الناس وفهمناهم وقلنا لهم راه غادي يكون البدال. اليوم ما كنشوفوش، ما خارش الوجود. علاش؟ اذا ما هي المعايير وعلاش خدوا هاد المعايير؟ وخاصه الناس ديال الجهه ياخذوا بعين الاعتبار منطقه. احنا ما كندويش على جماعه ولا كذا، كندوي على منطقه، راه منطقه ديال كلها كتسنف بدال واحد يخرج الوجود. انت وجاو هنا وعدنا قدام الرؤساء ووعدونا الناس ديال التجهيز، ما كنشوفهمش. انت باغي يخرجوا لنا الوجود، انت باغي نهضوا لنا بالمنطقه ديالنا والتنميه اللي كيطالب فيها صاحب الجلاله. التنميه واقفه على بدال، وكنقولوها من هذا المنبر، وبدال غادي ينمي لنا منطقه. شكرا سي خالد، وخليني نفيدك واعطيني الكلمه تفضل. و راه هذا المشكل هو اللي راه كتسمعوا الناس اش دايره في الخارج، راه هي الصحه اللي كتكسيتي عباد الله، هي اللي كتكسيتي الناس. علاش؟ الصحه خصنا ناخذوا كاملين نتعاونوا فيها. يا من المجتمع بحال هذيك اللي جات بنات ديك النهار الثانويه كنشجعوها، بحال اللي جايين هاد الناس اللي بناو لينا في الجوامع 100 جامع في الدوار، وما كتصيبش لي عنده ما عنده، كيقول لك ما عندوش باش يعبر لا طونسيون، وكاين اللي الجامع كتدخل له كدوه. الله يرحم الوالدين، راه خصنا نتعاونوا كاملين، ماشي نقولوا دابا حنا فرحتنا. قالت لك في 2020 حنا كرام جاو عندي كجماعه، جماعه الخزازره كندافع عليه من اني انا رئيس، راه جاو الناس هنا وداروا مسيرات. قال لك اسيدي ما عندناش طبيب هادي 30 عام، وجا اربعه الجماعات دايرين بيا ولا خمسه كلهم عندهم طباخ ما عدا انا بوحدي. علاش؟ راه جاو هنا وقال لهم السيد العامل، قال لهم السيد العامل انتم الاولين. دابا كنسمع واقيلا محاش كاينين حنا، لا شغل كاينه خزازه. ها الله على سلامتنا مزيان. ثانيا الاخوان، ثانيا لي زيرجون، كاين ثلاث الاولاد، كاين المشكله ديال ثلاث الاولاد. كنطالبوا من هذا المنبر، بالنسبه لنا حنا وجدنا لي زومبيلونس، جماعه موجوده لي زومبيلونس، كننقلوا الناس بالخف، ما كتفوتش 10 دقائق نحطوا السيد. اذا خاص ثلاث الاولاد كيبنيو فيه، غادي يبنيو فيه مركز جديد مستوصف، خاصنا لي زيرجونس فيه. كنطالبوا من هذا المنبر يعطونا لي زيرجونس ديال ثلاث الاولاد، باش ما نبقاوش نجيو لهنا السطاد، وهنا السطاد كاين مشكل ديال لي زيرجونس، واحد كيفتح والطبيب يعبر والناس واقفين وعند راسهم.